اجتماعية تسكن في هوامش المدن والقرى، تتخذ أماكن بعيدة عن ضوضاء وضجيج الآلات والمصانع والسيارات مسكنها. يريحها هدوء الصحاري ونقاء هوائها، لا تبالي في بعض الأحيان بمخاطر قد تلاحقها في مكان استقرارها المؤقت. في الصور التالية زرنا رحال جماعة الطوس بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية في مبادرة إنسانية قامت بها جمعية جميعا من أجل المنطقة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 67 و900 و2000، قطعنا أكثر من 400 كيلومتر وعشر ساعات ذهابا وإيابا بمسالك طرقية واعرة وصعبة، حيث يستوجب عليك استعمال سيارات ودراجات مخصصة لهذه المسالك الطرقية. قدمت الجمعية لهم بهذه المناسبة مساعدات رمزية من ملابس وأحذية لمواجهة البرد القارس الذي تعرفه المنطقة في هذه الظرفية من السنة. يا مهم وفي المبادرة دان سيرا ستخمتنيت يات مبادرة وفي رحل مساعدات رمزية هل ما المساعدات نتخصني اثنين تخصى المشكل غرس مشاكل ورعيش غير المشاكل لكل شيء يعني المشكلة خطر وين ومان نبدأ سويس في مضادة نتيا المشاريع نوامان عمتني البومباج ليك مهم البومباج نا وارتعيش نديا شان المشاكل ديال ليك اللي راج سولتني عيشني هي المسائل اللي تسولت الجاج دوافا والتجات ولا بين غفصك ولا الكيز ولا دي سولنا الكيزاتنا المهم عفوا ولا دي سول المهم لك اللي راه الغرس نسول دونك المشاكل ديال التعنان دي سمتني الوقت الجفاف خصت المساعدات تقولوا لنا نستنى لنا الحكومه ان هذا كاين شي المساعدات الوقت التصحر الوقت الجفاف المنطقه ان نكون ولات تقول المساعدات نسقسا غير حال لا تنتقوا فيها كلشي حال نطق او تاح المساعدتنا ولا تقول المساعدات غفو غفو اشتار غف وفي البهايم تخنسن شان تمزيننا شان المهم انا كنت سمعنا وراتني تقولها وتاح لنا دونك ما اذا تكنت ونسمع اذا تكنت. وجوههم تختصر للشاهد وللزائر مدى قناعتهم بما يملكون. يقضي الرجال يومهم في الاهتمام بالماشية التي تتكون أساسا من ماعز وجمال، وأما النساء فلا يختلف أمرها عن الرجال، فالاهتمام بالماشية والخيمة وجلب المياه من أبار بعيدة على ظهر الدابة من اختصاصها. لدى الرحل سألناهم على أي مشاكل تواجهونها كان جوابهم الغرس من المشاكل ربي لك الحمد متى المشاكل. وماذا يريدون من الدولة أن تعطيهم كان جوابهم الدنيا خلاط ربي لا. الصبر والمثابرة والجد من شيم هؤلاء المواطنون الهامشيون الذين وكلوا كل شيء إلى الله العلي القدير. دمتني المشاكل اللي رحال تي خاطر اني اقول لا الوقت تخ لا انت متنيت الحدود اقول هرمت نسي الحدود متنيت المجال الرعوي اذا ترع اذا كسان يقول يدرس اضغار خيس تحسا غرسني لا تمن الحدود اقول هرمت نديت الحدود نتتر لا نتتر سياسي المسؤولين هادو تزيرنا دور دهر لان السنوات هادي نقرض قرض ورحال دونك ما يران نقول ان عين مثلا عين اللي خجمي غرمان قلنا لك خجمي غرمان ان الفكره نرحلنا ونسين الطريقه الناس اللي عايش معنا في هذه بلاصه كان المشروع ونسين دونك ذات كرفاس ان تاونا مثل المساكن ذات يدين باش لناش لاش المعونه ونكنين راه امور نغدي غادي تولو شمنطر من دي شاشاشا زري بس نو داتي دي لونزار دي الحمايش دي معنا ما داتن زري غرش تيغطن داتن تيسنا تفرجانت نو كني عقيطون كان يحري نسفتو تيغطن عند على الفاشتال ما ناجم هاشي قد ناجم نهولاد نهيعرمنا نسفتو تيغطن ما نعرفو شحرين دان ومان شوي دهات روال نقيناك شوي شوي خلاص خصلحة حلا ونحلا ونحلا ونخصلح ما سندنا وذك لحا وغيال. البساطة والكرم والجود من شيمها ووجوههم الشاحبة تظهر عليها مرارة الحياة الصعبة التي يمر من هؤلاء المواطنون الذين اختاروا الترحال من منطقة إلى أخرى للبحث عن كلاء للمشي وعدم الاستقرار داخل قرية أو مدينة. مطالبهم بسيطة ومشروعة
ولا هي توفير الدعم لهم وقت الجفاف من أجل مشيتهم لغي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية كالأفرشة والخيام وغيرها من الأمور التي يمكنها أن تسعدهم رغم مرارة الزمن.